بسم الله الرحمن الرحيم. الله يمسيكم بالخير جميعا. في الأسابيع الماضية الأردن شهد أزهى حالات التناغم بين القيادة الهاشمية ورؤاها وبين صدى الشارع وتطلعاته. علينا جميعا، وهنا أوجه كلامي للحكومة وللمجتمع وللسلطة الرابعة، وسائل الاتصال والإعلام، علينا جميعا أن نقتنص هذه الفرصة. كتاب التكليف السامي يطالبنا بمشروع نهضة وطني شامل. ما هو مشروع النهضة الوطني الشامل؟ هو مشروع يتعاطى بشكل أساسي مع طموحات وتطلعات الشباب. ليس هناك مستقبل بدون الشباب وبدون عكس طموحاتهم وتطلعاتهم وأمالهم في سياسات وبرامج. النهضة الشاملة تتطلب خدمات شاملة وبنوعية. النهضة الشاملة تتطلب مساءلة ومحاسبة على الضريبة التي يساهم فيها ويدفعها المواطن وأوجه صرفها وأولويات إنفاقها. النهضة الشاملة تتطلب جهاز حكومي كفؤ يتفاعل ويستمع ويسجل الملاحظات، يسجل الشكاوى ويسجل المقترحات ويتعامل بها. النهضة الشاملة تتطلب منظومة أمان اجتماعي متكاملة تحمي المواطن في عجزه، في شيخوخته، في مرضه، في كل ما يحتاج إليه. وتتطلب أيضا إصلاح سياسي يوازي ويواكب ويكامل الإصلاح الاقتصادي. هذا الإصلاح السياسي يتطلب مراجعة المنظومة التشريعية للعمل السياسي بكاملها، من بلديات، من محافظات ومؤسسات فاعلة وأحزاب وغيره من الوسائل التي تساهم في إشراك المواطن في اتخاذ القرار. لسنا مع اتخاذ قرارات اعتباطية غير مدروسة نندم عليها بعد أسبوع أو شهر أو سنة ونتراجع عنها. زي ما بتعرفوا تم رد مشروع قانون الضريبة، واليوم استلمته الحكومة من مجلس النواب الموقر حتى نعيد فتح الحوار في أثر الضريبي، في العبء الضريبي اللي بشكله، وفي دوره وفي جزئية ضريبة الدخل في المنظومة الضريبية كلها. هل درسنا أثر زيادة الضريبة على السيارات وعلى وزن السيارة وكذا على إقبال المواطن على شراء هذه السيارات أو الانتقال للسيارات المحروقات اللي تستخدم المشتقات النفطية التقليدية؟ وهل درسنا الأثر المالي؟ السؤال الجواب في الساعات الأخيرة نعم، بدأنا بدراسة هذا الموضوع. المواطن يشعر أنه لا يعرف كيف تتم تسعيرة المشتقات النفطية، ومن حق المواطن أن يعرف مكونات هذه التسعيرة. السؤال الآخر اللي بتوارد دائما حول نوعية الخدمات. المواطن بيقول يا أخي طب دفعوني ضريبة بس بدنا خدمات بالمقابل. شو مستوى الخدمات اللي بتقدموها بالصحة، بالتربية والتعليم، بالنقل، بخدمة الجمهور في المؤسسات المختلفة؟ وارجونا الالتزام من الحكومة برفع هذا المستوى وبحماية المواطن من التقلبات اللي بتصير أحيانا بشكل أيضا بشكل الفزعة، بشكل غير مدروس في بعض قراراتنا، وبحماية المواطن في بعض المواقع اللي بيتم استغلاله فيها من قبل مقدمي الخدمات إن كان بالقطاع العام ولا بالقطاع الخاص. اسمحوا لي أضرب أيضا أمثلة على مواضيع اتوافقنا عليها وجاري العمل بها. وهذه المواضيع اللي عم بحكيها عم نحكي عن مواضيع في الأسابيع والأشهر القادمة وفي كل الأحوال في المئة يوم الأولى
من عمر هذه الحكومة، فتم التوافق على أن كل مريض يعاني من مرض السرطان أن تصدر بطاقة له، وبدل أن الإجراء القديم أو القائم سابقا وهو كان إجراء بيروقراطي مزعج، أيضا وصلنا الكثير من الملاحظات حول المدارس الخاصة وارتفاعات في الرسوم غير مبررة ولا تنسجم حتى مع لا نسب التضخم، وهناك العديد من المدارس اللي أصلا ما بترفع رواتب وأجور العاملين فيها من معلمين ومعلمات. فنحن بصدد إصدار نظام لترخيص وممارسة هذه المدارس لدورها. أولا ينظم أي زيادات ويضبط الزيادات في الرسوم المدرسية لهذه المدارس. أيضا أحد المواضيع اللي طرح، ماذا عن تقاعد الوزراء؟ ماذا عن تقاعد الوزراء؟ هل يجوز لوزير يخدم شهرين أو ثلاثة ويطلع براتب تقاعدي مدى الحياة؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز ذلك ولا بأي معيار من العدالة أن يحصل وزير على راتب تقاعدي بفترة زي هاي والمواطن العادي وموظف الحكومة والمشترك في الضمان الاجتماعي يسعى 10 و20 و30 و40 سنة في العمل حتى يحصل على راتب تقاعدي. لذلك وجهنا لإعادة النظر في قانون التقاعد المدني، خصوصا ما يتعلق في التقاعد الوزراء، حتى ينسجم بشكل أمثل مع طبيعة مهمة الوزير، وأيضا ينسجم مع نظام التقاعد المدني وقانون الضمان، عفوا قانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي. احنا بحاجة الى اعادة، اذا بدنا نخفض النفقات ونرفع نوعية الخدمات، بدنا اعادة هيكلة لمؤسسات الحكومة من وزارات ومن هيئات مستقلة ومن وحدات، نعيد النظر ما هو الهدف وما هي المرجعية. الوزير يجب أن يكون هو المساءل. الله يعطيكم العافية، الله يخليك، كيف حالك؟ شو أخبارك؟